تعبان رديت من الايام مسؤول من الاحزان مشدود عيني وسليم عن اخصام مصدود شارب جوان معدود وفارك عي وصول شفت ومش هبان يا الاعتدان صاحبي الرخيص تمام وكيس بيتربيت بجوان اصل الرجولة طبع الاصيل مش كلمتين يا غال اوعى تفكر يا ابن ادم الدنيا مش دايما اصل الرخيص ده تمام وفعلي مش شغل والنوقان تلفان والضرب في المليان انا قلبي منكم شال هرفع جرر شديد عن الاوقات هلاقين في الجد مش باينين لو حرمة تيجوا طايرين اصحاب زي الورق وعليك واغلابا مخصصان معاك وعداواك وهرازيك في الطرقان شنبات كتير جايه بتطير على الحرمه والفكان مسكين سلاحي وقلبي شايله رميته في المريخ العمر واحد والرب واحد لو جيت عليا نيل انا عشت وسط عيال وفي وش جمل يتقال خلاص انا جددت مفيش سلكان سنين والله ما فيكوا سليم وانا حد في تقدير ده انا عمري راح خلاص على ناس تعبير اخطر كتير من اطوارين في المين وشمالين جايين لمين يا مقربين ده الحالي احلالين ما تجيش معاك انك تماما تسد قدامي يا ابن انت اخرج ده جوه حارتي ما بقتش انا اسامي جنيبك عالطغري مليك وقيمة اهبط يا ابن اللئيمة مطبوطي مسنونة متين على الاخصام ايام بتعدي بالاوهام وانا مش عارف انام دنيا واحلى عجيب مفيش احلام مش عليك عبدو يا جبري انت جواب قلبي سامح ابو باشا راجل مظبوط وعمره ما يجنن هاجرنا وراجل جدع سيبال مفيش منه احمد عشاوي اخويا ده اسم على اسمه اكشيكو هو اللي غنى يا اخويا على الالحان حسين الشافعي بحر كلام انا اخويا عم جنان يحموها في العالمية مطلوب سما يا خال لا 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 خلاص هي فركش كده فركشنا وخلاص يا جماعة اتطورت يا عم عشان تجيب لنا من الصبر والله فركش يا جماعة